الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. في هذه الحلقة من برنامج نساء مؤمنات سنتعرض لامرأة نادرة ونبتة طيبة، صاحبة مدرسة علمية ومدرسة إصلاحية، أساسها نشر العلم والإصلاح ومنافع الناس، إنها فهي من طينتنا وبني جلدتنا. هي المرأة الصالحة الوريعة الكريمة آمنة بنت يوسف بن ولد عبد الله ولد محمد ولد أحمد ولد خيار ولد محمد بوخونة، تجتمع مع أسرة آل سويد أحمد في أسرة أهل سويد أحمد في محمد بوخونة من قبيلة إدوعيش العربية. ولدت حوالي 1275 هجرية. وفي هذه العجالة سنتعرض لومضات مشرقة في حياتها. الومضة الأولى اتباعها للسنة. ولت هذه المرأة مع ما تناقلته الأفواه وأثبتته الوقائع من الكرامات، ولت تعتبر الكرامة الحقيقية هي الاتباع والاستمساك بالسنة والعض عليها بالنواجذ. وكانت ترتدي الخمار الذي لم يكن معهودا آنذاك بين النساء في عصرها. الومضة الثانية نشرها للعلم وبذلها للمال في سبيل ذلك. كانت لهذه المرأة الصالحة لقد أقامت محورة في حيها، محورة نموذجية فريدة في شكلها ومن حيث موادها الدراسية، فقد كانت تنفق على طلاب هذه المحضرة وتدفع المال لذويهم لضمان استمرار الطلاب في هذه المحضرة، مع ذلك تتحمل أجور شيوخ تلك المحضرة التي تدرس القرآن العظيم والعلوم الشرعية. وكانت لها علاقة وطيدة مع العلماء في عصرها، كانت تتبادل معهم الزيارات مثل باب بن الشيخ سديا والشيخ ماء العينين ومحمد فال بن متالي وإلى آخره، إلى آخر القائمة من العلماء في عصرها. وكانت تهدف إلى العلم ونشره في سبيل الله. الومضة الثالثة هي ورعها. لقد كانت معروفة بالإجماع على الورع، ومن ذلك فقد قام أعز أبنائها إليها بذبح شاة تمتلكها دون إذنها، وذلك بغرض علاجها من مرض ألم بها، فما كان منها إلا أن امتنعت من أكل لحم الشاة التي اعتبرتها ذبحت دون إذن مالكها، أولا ورعا منها، وأيضا لتؤطر ابنها على التورع وعلى الاحتراز من الشبهات والامتناع منهم. قد كانت لا تأخذها في الله لومة لائم. كانت معروفة بالتقى وما يتعلق بذلك في الحي الذي كان يسكن من شتى القبائل، وكان هذا الحي يسمى حي أمينة. الومضة الرابعة هي الإصلاح، والإصلاح على العموم. فقد كانت حريصة على، فقد ظلت تحمل هم الأمة والوطن
بين جوانحها وفي قرارة نفسها، فهي معروفة بمناهضتها للنصارى وتصديها لمحاولاتهم لاختراق المجتمع وبعثاتهم السرية ودعواتهم المغرضة، ومن الإصلاح ومن أمثلة الإصلاح بين ذات البين أن فتاة وردت على عين غير آبهة بضوابط المشرف على ذلك البئر، فما كان منه إلا أن سلقها بلسانه أو اعتدى عليها بالضرب، مما أثار حمية قومها، فما كان من هذه المرأة المصلحة إلا أن بادرت إلى أهل تلك الفتاة فخطبتها لذلك الرجل وزوجتها له، ودفعت هي مهرها من مالها، فحل محل الغضب الود والحب. في النهاية أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.